ايه هي اشهر اسباب السمنة؟ هي أشهر أسباب السمنة بكل بساطة، أنت ممكن تبقى عندك سمنة مرضية، يعني نتيجة حاجة بيولوجية في جسمك، مرض معين مرض معين أدى إن أنت بالظبط. في مشكلة في الحرق بتاعك. عندك مثلا حاجة زي الهايبوثيرويدزم مثلا، الغدة الدرقية مثلا، ممكن تكون إفرازها للهرمونات بتاعتها يحصل فيه خلل أو ما يبقاش بيفرز بالمعدل الطبيعي، ده ممكن بيخزن دهون. عندك برضو هرمونات كتير جدا ممكن تتحكم، الليبتين، الانسولين، بعض الهرمونات مثلا، عندك الانسولين والناس اللي بيبقى عندهم سكر، دول برضو بيبقى يعتبر مشكلة في الايض بتاع الجسم كله، معدل الايض، فده برضو ممكن يغير في وزنه ويخليه يبقى في حالة كتابوليك او هدام. عندك برضو حاجات كتير بقى هرمونات بتتحكم في الموضوع ده، زي مثلا الجريلين، يعني وزي مثلا في مثلا عندك البوليبيبتايد واي، او في انواع كتير من الهرمونات ممكن بتأثر على ان الحاله بتاعت جسمك ان هو يحرق بسرعه او يبطأ في الحرق بتاعه. الميتابوليزم بتاعك بيتغير مع حاله جسمك، يعني انت ممكن لو خسيت جامد قوي جسمك بيحاول زي بيفرمل، بيحس ان هو في حاله ستارفيشن فيحاول يفرمل ان هو يخس ويبدأ يخزن، وهكذا العكس برضه. بس هو ده باختصار يعني التعريف بتاع السمنه من الناحيه المرضيه. لو هو في اي امراض او في اي مشكله عضويه ممكن انسان يبقى تخين، ساعتها ممكن كمان الطرق بتاعت الغذاء يعني النيوتريشن بس او التغذيه ما تبقاش كافيه ليه، ممكن يحتاج تدخل جراحي، يحتاج عمليات بقى علشان خاطر ينقذ نفسه من المشكله اللي هو فيها. طبعا ده الناس اللي هي بقى بتبقى فوق ال 150 كيلو بقى وبتبقى عاليه قوي. وفي سمنه عاديه بتجيلنا ان احنا ماشيين على باد هابتس، يعني باد هابتس انت ماشي عليها، عادات باكل سيئه، كتير تاكل كتير جانك فود، الكلام ده كله بيخزن لك دهون ومش حاسب طبعا سعراتك، بتاكل فوق اللي انت بتحرقه، فكل ده عمال يتزود عليك وكل ده عمال يملك دهون بدون ما في الحرق بتاعك ما بيعملش حاجه، يعني انت خلاص عديت معدل الحرق بتاعك وعمال ايه تاكل، فده ممكن يؤدي للسمنه.